السؤال اللي سألته 50,000 مرة، قديش راتب الطبيب في قطر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض. نتكلم عن التمريض مهنة العظماء، فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى ثلاثيتنا الأسطورية الهاند واشنج، والبس الجلوفز وهات الماسك وتفضل معي. كثير كثير متابعين على القناة أطباء سألوني قديش راتب الطبيب في قطر. إشي طبيعي إنه مش كل الأطباء واحد، فالطبيب العام بيختلف راتبه عن الطبيب الأخصائي، بيختلف راتبه عن الطبيب الاستشاري، بيختلف راتبه عن رئيس القسم، بيختلف راتبه عن مدير المستشفى. فأنا أخذت وقت طويل، سألت أكثر من دكتور وحاولت أدخل على سيستم المستشفى، سألت جوجل، دخلت حتى سألت شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي، ما خليتش مكان إلا جبت منه المعلومة وطلعت لكم هذا الفيديو. طبعا الأطباء في قطر، أنا بتكلم عن مؤسسة حمد الطبية يعني وزارة الصحة. بالنسبة للمستشفيات الخاصة، كل مستشفى له معدل رواتب أو سلم رواتب خاص فيه، أنا ما بعرف عنهم إشي. لكن لو اجى تعيينك في مؤسسة حمد الطبية يعني مستشفى او مركز صحي، فاسمع هذا الفيديو. بداية لازم تعرف انه قطر من الدول اللي ما فيهاش ولا قرش ضريبة، فراتبك لما يقولوا لك الرقم الفلاني راح تستلم هذا الرقم زي ما هو. درجات الاطباء في مؤسسة حمد الطبية 4 درجات: سبيشاليست اللي هو الاخصائي، اسيستنت كونسلتنت اللي هو الاستشاري المساعد، كونسلتنت اللي هو الاستشاري، والسينيور كونسلتنت اللي هو الاستشاري الكبير او كبير الاستشاريين اللي هو تقريبا بسموه احيانا رئيس القسم. ما في بقطر مسمى وظيفي رئيس قسم، لكن انت لما تصير سينيور كونسلتنت ممكن تستلم رئاسة القسم وظل اسمك سينيور كونسلتنت. الراتب الاساسي للطبيب في قطر بيكون من ضمنه في شيء اسمه ماركت الاونس، جزء من راتبك بيكون عبارة عن علاوة عشان تشتري الاغراض من السوبر ماركت، جزء منه بكون إشي اسمه Professional Allowance اللي هي علاوة وظيفية، جزء منه بكون Telephone Allowance، بدل استعمالك أو بدل فاتورة التلفون راح يعطوك 500 أو 700 أو بعرفش قديش ريال قطري بالشهر. في تأمين صحي بتاخده برضه. قبل ما نبدأ بالأرقام، راح أقول لك إنه الأرقام اللي راح تسمعها بتختلف من طبيب لطبيب حسب كثير شغلات، من أهمها شو تخصصك، من أهمها مدى ندرة التخصص، من أهمها خبرتك. يعني في ناس بيجي على قطر معاه 5 سنين خبرة وفي ناس بيجي معاه 10 سنين خبرة، فهذا بأخذ أكثر من هذا. جنسيتك، خصوصا إذا كنت أنت معك جنسية أجنبية أمريكية أو بريطانية أو 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 برضو أحيانا تفرق معهم بلد التخرج. ممكن الطبيب أردني لكن خريج أمريكا، ممكن الطبيب مصري لكن خريج بريطانيا، هذا برضه بكون راتبه اعلى لانه دارس برا. عشان هيك راح اقول لك انه مثلا الدرجه الاولى سبيشاليست او الاخصائي بيكون راتبه الاساسي من 25 الى 35 الف حسب العوامل اللي قلت لك اياها قبل شوي. الناس القديمه اللي تعينت قبل اكثر من 5 سنين كانوا يوصلوا 40 الف، لكن حاليا اكثر من 35 الف ما في. بعد هيك بيجي بدل سكن ما بين 6.5 الى 10 الاف ريال قطري، بيجي بدل مواصلات ما بين 1000 الى 3000 ريال، وفي شيء اسمه ريسك الاونس او بدل خطوره عمل من 2 ل 5000 ريال، وفي educational support يعني اذا عندك اولاد بعطوك بدل كل طالب من 20 ل 30000 ريال شهري عشان تسجلهم باحسن مدرسه خاصه. اجازاتك 40 يوم بالسنه وتذاكرك راح يعطوك بدل تذاكر كل سنة عشان تقضي الإجازة في بلدك تذاكر إيكونومي. الأسيستنت كونسلتنت أو الاستشاري المشارك بأخذ من 30 ل 40 ألف راتب أساسي، بدل السكن من 8 ل 12 ألف، بدل مواصلات من 1500 ل 3500، الريسك ألوانس من 2.5 ل 5.5، بدل تدريس الأولاد من 25 ألف ل 35 ألف، والإجازات زي الأخصائي 40 يوم والتذاكر زي الأخصائي إيكونومي كلاس. لما تصير استشاري أو كونسلتنت بصير الراتب الأساسي عندك 35 إلى 50 ألف ريال قطري، بدل السكن بصير من 10 ل 15، بدل مواصلات بصير من 2 ل 4000، الريسك ألوانس بصير عندك من 3 ل 6000، بدل تدريس الأولاد بصير من 30 ل 40 ألف ريال قطري لكل طالب، إجازاتك بتظلها 40 يوم لكن التذاكر بتصير على البزنس كلاس.
لما تصير سينيور كونسلتنت راتبك الاساسي من 50 ل 70 الف، بيجيك بدل سكن 12 ل 20 الف، بيجيك بدل مواصلات من 3 ل 5000، بيجيك ريسك الاونس من 4 ل 7000، وتدريس الاولاد او الاديوكيشنال سبورت من 35 ل 50 الف ريال قطري لكل طالب. اجازاتك 40، كل درجاتها اجازاتها 40 يوم بالسنه، لكن تذاكرك بزنس كلاس مش ايكونومي. تنساش انه الطبيبه لو كانت حامل بيطلع لها شهرين امومه لسه، غير كل هذا اللي حكيناه. بعض الاطباء اللي بيكونوا رؤساء اقسام او مدراء مستشفيات او سينيور كونسلتنت بنزل لهم شيء اسمه بيت الاونس، يعني بدل اقتناء حيوان اليف. انت لو عندك قط او كلب في البيت راح ينزل لك كذا 100 ريال على اساس تعرف تجيب له اكل. طيب مين هم الاطباء اللي بياخذوا اعلى الرواتب في قطر؟ اعلى الرواتب في قطر للاطباء الامريكيين والكنديين. رقم 3 الطبيب البريطاني او الاسترالي. طب شو هو رقم 2؟ رقم 2 اذا كنت انت مواطن نون وايت او مش غربي لكنك دارس او معك الدجري تبعك او الشهادة تبعك وايت، يعني انت مش امريكي ولا بريطاني ولا استرالي ولا كندي لكنك دارس في واحدة من هاي البلاد. فاذا انت اردني خريج امريكا، مصري خريج لندن، بكون راتبك اقل من الامريكي واكثر من البريطاني، انت نمبر 2. لكن الجنسية اهم من بلد التخرج، فالانسان اللي بكون امريكي ودارس في امريكا اكيد راتبه في قطر راح يكون اكثر من اردني ودارس في امريكا. بالنسبة للجنسيات الممنوع تشتغل في قطر، معروف من حوالي 7 سنوات انه المصري والسوري واليمني حتى لو كان طبيب ممنوع يدخل قطر كفيزة عمل. حتى قبل 3 سنوات كان السوري مسموح فقط للاطباء، قبل 3 سنوات حتى الاطباء صار ممنوع كمان. في لايسنس او رخصة مزاولة مهنة للطبيب في قطر، في لايسنس، لكن هاي بتقدم عليها وبتاخذها بس، ما في امتحان تقدمه زي الممرضين وخلافه. بتتجدد كل 2 سنين. طيب انت قلت لي في طبيب في المركز الصحي، في طبيب في المستشفى، مين فيهم الراتب اعلى؟ الطبيب في المستشفى بيكون راتبه اعلى من راتب الطبيب بالمركز الصحي، لان الطبيب بالمستشفى ممكن يشتغل A B C، ينزل على العيادة يدخل عمليات، بينما المركز الصحي لا في عيادة ولا في عمليات ولا في نايت، انت بتشتغل يا اما قبل الظهر يا بعد الظهر، 10 بالليل بتكون في البيت. لكن في نفس الوقت طبيب المركز الصحي احيانا مش دائما بيكون في عنده شيء اسمه اوفر تايم الاونس. في بعض المراكز في بعض الفترات يمكن مره او مرتين او 3 بالسنه تصدف انه نحتاجك شيفت شيفتين 3 بالشهر او بالاسبوع، على حسب اذا غيرك استقالوا لسه ما عينوا ممكن تقعد 2 3 شهر تاخذ لك يوم كل اسبوع اوفر تايم. فهي الميزه مش موجوده بالمستشفى. مشكلة الأطباء إنه الفترة بين المقابلة والتعيين بتكون طويلة جدا جدا جدا. الممرض في إشي اسمه داتا فلو، بيبعت شهاداته، بعد 2 3 شهر بيقولوا له أوكي تأكدنا منهم كل إشي تمام ولا ورقة مزورة، قدم الامتحان وتعال. بينما الطبيب المستشفى نفسه بيسأل عنه، مش الداتا فلو، بيحكي مع الجامعة اللي خرجته، هذا تخرج من عندكم ولا لا، بيقولوا لهم آه، بيحكي مع كل مستشفى، الخبرات تبعتك كل مستشفى اشتغلت فيه بيسألوا عنك، بيسألوا عن شغلك، بيسألوا عن خبرتك، بيسألوا عن تعاملك. فعادة مجرد ما قابلوك وقالوا لك أوكي وعجبتنا من هذا اليوم ليوم ما يبعث لك التذاكر تعال اشتغل ممكن تأخذ 1 أو 2 سنين. برجع بأكد الأرقام هاي تقريبية، لكن مش معقول إنه أعطيتك رقم يعطوك 1% منه أو يعطوك 10 أضعافه مثلا. فأنت ممكن تأخذ الرقم اللي قلت أنا عنه، ممكن أقل منه 5%، أكثر منه 2%، الموضوع بيفرق حسب كثير من العوامل، فلا تلوم علي لو صار معك اشي مختلف. بالنهاية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.